أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في عدد جديد من برنامج رأيكم. موضوعنا لنهار اليوم هو هل يفضل المواطن الجزائري الأكل الصحي المنزلي أم أكل المطاعم؟ فلنتابع رأي المواطنين حول هذا الموضوع. Je préfère الأكل تاع البيت، نطيبه بيدي، نغسل هذيك الليجيم، نغسل هذاك اللحم، لا كوكوت اللي بخيت يعني نقيقية ندوزنها، جو سوي سيغ باللي هذاك الماكلة طيبتها بيدي ومغسولة نقيقية، ما فيها ليني ميكروب، ما فيها الدبان، ما فيها الوسخ هذا والغبار هذا اللي نشوفوه برا. سيتي المالادي ما ينقوش لي ريستورون تاوعنا تاع الجزائر، ما ينقوش مخصوص لي جيان، با دي كون با دي شارلوت لراسهم، سورتو لا كانت مرا ما ديش كاع لا شارلوت، با دو كون با دو ميم دي فوا الطابليي ما كاش. وي 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 دخلنا لي تواليت لي سال بر وين تاكلي بالذات كواغت كاع في القاعه، كلي ديجا في ريستورون مرت خرجت مرت ماشي هكاك. او جو بروفير يعني لي بلا لي نديرهم في الدار سي ميو سي بروبر، ما نمرضش، راني خدامه وندي معايا الجميله. جو بروفير جميله ولا لي كاسكروت اوسي قرعه امام الدار، اون بواط بوغ السالاد، اون بواط بوغ لي بات باغ اكزومبل، ما كويير ما فورشيت. جو بريفير مون كوتو ان مورسو دو بان ولا نشري هكذا برك كاسكروت هكا برك، ما غسل يديه ما والو، يحك راسو يحك ها ويسربيلي ما يغسلوش كاع يا اخي هكذا. هذا اللي نطيحو مراض وسبيطارات راهم معمرين ولي كونترول زيرو سيغ زيرو، يا با دو كونترول. هي بالنسبه للاكل الصحي للمواطن الجزائري ربما رانا نشوفوا على الميزان تاع الناس كامل، يعني على حسب النظره يعني العامه المجتمع الجزائري شوفوا على انه السمنه راها يعني طاغيه على المجتمع، بمعنى هذا ما يدل على انه الاكل الجزائري ربما يعني مش في تقاليدنا اللي ماهوش صحي، لكن ادخلنا عليه عادات غير صحيه تماما اللي هي الاكل السريع، السندويتشات، البيتزات، هادو اللي خلوا الاكل غير صحي وياثروا حتى على صحتنا كمواطن. الدار خير، تعرفي واش طيبتي، تعرفي واش شريتي، تاع برا انا شفنا واش كاين، نقول القلوات فهمتي، الايراني سوري ما كاش لي جيان، يا با دي جيان مرة سوف اللي قالوا ريستورون هذوك بصح سي شيخ. واحد كي يدخل ياكل بيتزا ولا يقول له 200 دينار، 1000 فاي 300 دينار، برا تلقى 1000 فاي 20 دينار 25 دينار، بصح سي با لا ميم كو، سي با لا ميم كاليتي. انا جو بريفير مونجي ا لا ميزون، راني خارج نطلع للدار باش ناكل، نطلع البزرعة نقول لك صح صح باسكو جو سي كو دور زمان كنا ناكلو برا، سي تيجينيك تقرا نطيطا القلب اللوز كلش ناكلو برا والله ما صرنا حاجة. هذا كان رحمة باك الزيت قديمة يطيبو يعاودو فيها يعاودو كدا يديرو في لابينوار جو ها في لابينوار. لا جو بريفير الأكل الصحي باسكو أنا وحدة خدمت في ريستورون وكرهت الماكلة تاع برا وشفت باللي شغل ما درنا والو، دوكا وليت نتشهى الماكله تاع الدار جوغ هكا وما نقدرش ناكل. بصح وشنو جو بريفير الماكله تاع الدار، لا عدس اللوبيا لا فيس كاع نحبهم انا نضرب ما عنديش اشكال. سينو سورتو في الصيف تكتوكا بصل وطوماطيش جاد اخ. فيما يخص الاكل يعني الاكل انا من الناس يعني اللي يفضلوا الاكل الصحي هو اكل المنزل يعني البيت، لانه علاش في البيت يعني كما يقولوا يعني المواد اللي تستعمل يعني تشوفيها يعني كما يقولوا ماهيش منتهيه صالح، يعني كما يقولوا جديده، مثلا الزيت جديده، الملح جديد، يعني كل حاجه. لا كي تروح للمطاعم، المطاعم هو تجاره، يعني والتجاره واش يحوس الانسان هذا؟ يحوس يربح. مثلا قلت لك مثلا في الزيت ممكن الزيت يستعملها ثلاث خطرات اربع خطرات، يعني حتى الزيت هذه تولي هي تمرض ماشي راح تطيب، فهمتي كيف؟ هذا هو الشيء كما يقولوا. انا نطالب يعني كما يقولوا كل واحد يعني كيفاش مدى بهم كما يقولوا يولوا
كيما كانتنا زمان تفطر في دارها، واحد كيكون يخدم يدي ماكلته من الدار، يدي ماكلته من الدار، يعني ماكل تاع الريستورون هذو الى تحتمت الامور. واحد كيكون مسافر، مسافر يعني بلاصه بعيده، بعيده على دارو، سينو ما يقدرش يدي ماكلته معاه، هذيك لا غالب تحتمت عليه، ولكن ياكل حوايج كيما نقولوا حنا اللي يجي، فهمتي كيف؟ ياكل حوايج اللي يجي، يعني اللي ما يضروش كيما نقولوا حنا يا الاخ. انا هذا هو، انا واش نقول لك، انا مدابيه كيما نقولوا يعني، ونطلب من المواطنين ان شاء الله يولوا الاخر تاعهم اللي ماكلتهم في الدار، باسكو اليوم تشوفي طفل يعني يهبط من الدار يخرج برا ياكل بيتزا، ياكل كذا ياكل كذا، وماكلته في الدار ما ياكلهاش. كاين دوكا هذيك ديجان في الدار لو كان ما يلقاش فريتوملات ما ياكلش، لازم يروح ياكل برا يضرب ساندويتش وكذا منا. لازم نولوا للطبيعه تاعنا كيما كانوا جدودنا، ناكلوا ماكلتنا اللي طيبوا هنا الاهل تاعنا والام تاعنا، ويعني تاكليها وانت مرتاحه، ويعني فيها فايده للصحه تاعك. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام عددنا هذا، لا تنسوا رأيكم دائما يهمنا، دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في العدد القادم.